السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخواتي الفضلات. هذا الفيديو راح يكون فقط هو للحديث عن الفرق بين الكمبيوتر نتوركس والديستريبيوتد سيستمز، يعني شبكات الحاسوب والأنظمة الموزعة. طبعا يعني قد يبدو الموضوع بسيطا وبديهيا بالنسبة للكثيرين، إلا أنه يعني وردتنا الكثير من الأسئلة في القناة عن كيفية التمييز بين شبكات الحاسوب والأنظمة الموزعة. طبعا في عالم اليوم يعني هذه المصطلحات جميعها يعني قد تكون متداخلة ومتشابهة ويعني متماثلة إلى حد بعيد، إلا أنه يعني قبل 10 سنوات أو 20 سنة كانت يعني هناك الكثير من الغموض بين هذه المصطلحات، خصوصا أنه يعني الـ Distributed Systems إلى حد بعيد كانت موجودة ومطبقة في الأنظمة الصناعية قبل أن تظهر شبكات الحاسوب بشكل يعني بشكلها اللي نشوفها اليوم. فلكي نستطيع التمييز بينهما يعني نأخذ هذه المقارنة البسيطة، وطبعا نترك التفاصيل لهذا الملف اللي هو راح يكون إن شاء الله موجود الرابط الخاص به في الـ Description الخاص لهذا الفيديو. شبكات الحاسوب بصورة عامة هي عبارة عن مجموعة متصلة من الأجهزة المستقلة القادرة على تبادل المعلومات. عادة تتطلب من المستخدمين أن يقومون بشكل صريح بالدخول إلى الشبكة، ويقومون أيضا بشكل صريح بطلب عمل معين أو وظيفة معينة، وأيضا يقومون بشكل صريح بتبادل البيانات فيما بينهم، الملفات أو البيانات في الشبكة. أي أنه يعني المستخدم لشبكات الحاسوب يعرف تماما انه هو جزء من شبكة كبيرة وبيانات موزعة في عدة اماكن، ويستطيع ان يقوم بطلب شيء معين عبر الشبكة، مثل ما نستطيع يعني مثل ما تقومون حاليا بمشاهدة هذا الفيديو عبر اليوتيوب. يعني قمتم في البداية بتسجيل الدخول الى الشبكة، بعد ذلك فتحتم متصفح الانترنت سواء كان جوجل كروم او موزيلا فايرفوكس او غيرها، بعد ذلك قمتم بكتابة youtube.com في المتصفح ودخلتم على الصفحة الرئيسية، شاهدتم هذا الفيديو. هذه كلها يعني تتم في شبكات الحاسوب، لأنه المستخدم يكون يعني صريحا في كل الأمور التي يعني يقوم بها. في الأنظمة الموزعة بصورة عامة، وجود عدة حواسيب مستقلة عن بعضها ومرتبطة بشبكة معينة يكون transparent to the user، يعني يكون شفاف أو غير معروف بالنسبة للمستخدم. يعني المستخدم حاليا عندما نقوم بطلب موقع اليوتيوب، نحن نعتقد أن اليوتيوب هو فد موقع معين موجود في سيرفر معين، ولكن ربما يكون هناك، واللي هو الواقع يعني هناك عشرات أو ربما مئات وربما آلاف السيرفرات المتصلة ببعضها البعض، وكلها هي عبارة عن يوتيوب. طبعا يعني الفيديو الذي تقوم بالوصول له اليوم من سيرفر معين قد لا يكون نفس السيرفر هو الذي يقوم بخدمتك يعني غدا أو بعد غد عندما تقوم بطلب نفس اليوتيوب. فبالتالي وجود عدة حواسيب أو أجهزة متصلة مع بعضها ومستقلة أو متعاونة يكون هذا الشيء غير معروف بالنسبة للمستخدم، خصوصا إذا كنا يعني نتحدث عن التطبيقات الصناعية. كيف يحصل ذلك؟ لأنه نظم التشغيل الخاصة بهذه الأجهزة المتصلة مع بعضها في الأنظمة الموزعة تقوم بشكل أوتوماتيكي بـ Allocate Jobs to Processors، يعني بإسناد المهمات إلى المعالجات ونقل الملفات فيما بين الأنظمة المختلفة بدون طلب explicit user intervention، يعني بدون تدخل المستخدم بشكل صريح. هذا هو الفرق الرئيسي. الأنظمة الموزعة يكون فيها نظم تشغيل قادرة على إدارة الأجهزة المختلفة مع بعضها البعض، القيام بعملية نقل الملفات وإدارتها وحفظ الباك أب وعملية السيف واللود وغيرها تتم من قبل نظم التشغيل. أما في شبكات الحاسوب اللي نستخدمها بشكل طبيعي فيتم كل شيء بطلب المستخدم بشكل مباشر. طبعا يعني كلاهما قد يكونون هم جزء من نظام واحد، كلاهما قد يكون نظاما يعني منظومتين مستقلتين. الفرق الرئيسي الآخر هو أنه شبكات الحاسوب تستخدم الاستاندرات اللي احنا نتحدث عنها اللي هي TCP/IP والبروتوكول سيوت اللي تحدثنا عنه، وكذلك يعني بنيت أساسا على الـ OSI موديل وغيرها. بالنسبة للـ Distributed Systems قد تكون يعني مبنية على نفس الأساس البروتوكولات، أو قد يعني تستخدم استاندرات أخرى. يعني قد تكون أي شركة أخرى تأتي لبناء منظومة سكادا، مثلا سكادا سيستم هو يعتبر ديستريبيوتد سيستم، ولكنه مو بالضرورة يستخدم الـ TCP/IP بروتوكول سيوت، ممكن أن يستخدم أي ستاندرد آخر. هذا هو الفرق الرئيسي بين شبكات الحاسوب والأنظمة الموزعة. وإذا تلاحظ أنه يعني هذه السلايدات موجودة في الإنترنت من سنة السبرينج 2000، يعني سنة 2000 في الفصل الربيعي كان هناك يعني كورس خاص بالـ EECC في جامعة معينة، كانوا يتحدثون فيه عن الفرق بين شبكات الحاسوب والأنظمة الموزعة. أما في عالم اليوم فمثل ما ذكرت يعني كل هذه الشبكات وكل هذه الأنظمة هي جزء من منظومة كبيرة جدا اسمها الإنترنت، لأنه الإنترنت اليوم هو يعني تعتبر أكبر شبكة عالمية تربط جميع البشر،
وهو يحتوي في داخله على شبكات حاسوب، ويحتوي في داخله على أنظمة موزعة، وهو الذي يقوم بربط كل شيء مع بعضه البعض. فبالتالي يعني في عالم اليوم الفرق بين هذه المنظومات أو الشبكات يكاد يكون غير واضح أو غير معروف. طبعا هذا في الملف اللي راح يكون إن شاء الله مثل ما ذكرنا موجود في الوصف الخاص لهذا الفيديو، يحتوي أيضا على الموتيفيشنز فور كمبيوتر نتورك أبليكيشنز، لأنه مثل ما ذكرنا هذا كان موجود سنة 2000، ربما يعني كان الكثير من الناس ما زالوا يتساءلون عن أهمية الشبكة في البزنس الخاص بهم. أما اليوم في 2018 في هذا الشيء هو أصبح بديهي، يعني أهمية الشبكات بالنسبة للبزنس نتورك يعني شبكات الأعمال أو الشركات، أهمية الشبكات بالنسبة للاستخدام الشخصي، الوصول إلى الملفات أونلاين، يعني كل هذه الأمور أصبحت كلاينت سيرفر، كل هذه الأمور أصبحت بديهية اليوم بالنسبة للناس. ونفس الشيء بالنسبة للسؤال عن الفرق بين الكمبيوتر نتوركس والديستريبيوتد سيستمز، مثل ما ذكرنا سابقا كان هناك فرق إلى حد ما، إلا أنه في عالم اليوم كلاهما يكادان يكونان نفس الشيء أو جزء من شيء واحد. أتمنى أنه يكون هذا الشرح مفيد ويجيب على أسئلة الأخوة اللي طلبوا هذا الشيء، وشكرا جزيلا ومع السلامة.